مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شؤون عربية. نتابع في هذه الحلقة دائما وعلى مدار أسبوع مجموعة من التطورات الخاصة بالعالم العربي. نبدأ من السودان التي تشهد العديد من المعارك، حيث شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم قصفا واشتباكات بجميع أنواع الأسلحة، مع استمرار النزاع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. تعرضت منطقة اليرموك إلى قصف جوي سقط على أثره عدد من الضحايا المدنيين، وأكد شهود عيان وقوع اشتباكات بجميع أنواع الأسلحة في جنوب العاصمة، وكذلك بقصف صاروخي ومدفعي في منطقة ضاحية أم درمان بشمال الخرطوم. في غضون ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن تخوفها من وقوع انتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة في مدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس التابعة للإقليم، حيث تقع أعمال عنف في إقليم دارفور تسقط مئات من سكانه وأجبرتهم على عبور الحدود نحو تشاد، ليرتفع عدد النازحين إلى أكثر من 2.5 مليون نازح. نتحول إلى خبر آخر ضمن زيارة وزير الخارجية السعودي لإيران، حيث أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أهمية التعاون بين السعودية وإيران فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، لا سيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية، وكذلك أهمية التعاون بين جميع دول المنطقة لضمان خلوها من أسلحة الدمار الشامل. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارته لطهران ضمن عملية التقارب بين البلدين. تعد زيارة وزير الخارجية السعودي هي الأولى لوزير سعودي منذ سنوات، بعدما قررت إيران والسعودية في مارس الماضي عبر وساطة صينية إنهاء الخلافات واستئناف العلاقات. كذلك من المقرر أن تشهد الزيارة إجراءات جديدة لإعادة فتح السفارة السعودية في طهران بعد سنوات من قطع العلاقات منذ عام 2016، بعدما اقتحم متظاهرون مقرات دبلوماسية سعودية هناك. في الأخبار أيضا في هذه الحلقة، يبدأ اليوم جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية زيارة لمصر تستمر 3 أيام، حيث من المقرر أن يعقد خلال زيارته لقاءات مع وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تستهدف تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكذلك التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باستضافة 1300 حاج من أكثر من 90 دولة لأداء مناسك الحج هذا العام. ويأتي هذا ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، التي أكدت أنها أنهت جميع الإجراءات اللازمة لاختيار المستضافين وتوفير اللوازم الضرورية لتسهيل إجراءات سفرهم من تأشيرات وغيرها، وفقا لمنظومة من الخدمات التي تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم لبلادهم وحتى أدائهم مناسك الحج. كل عام وأنتم بخير. ضمن الأخبار أيضا في هذه الحلقة، الرئيس الصيني شي جين بينغ جدد للرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوته لتصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وأكد أن المخرج الرئيسي للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأبلغ الرئيس الصيني نظيره الفلسطيني محمود عباس الذي زار بكين
منذ عدة أيام في حفل استقبال بقاعة الشعب الكبرى أن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الجانب الفلسطيني في مواجهة قرن من التغيرات العالمية والتطورات الجديدة للوضع في الشرق الأوسط. هذه التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية ومنها بالطبع هذا المحور المهم وهو زيارة الرئيس محمود عباس إلى العاصمة الصينية سيكون محور لقائنا الحواري بعد قليل، حيث سنتابع الآن تقريرا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، آمال معقودة منها حل الدولتين والحفاظ على المقدرات وكيفية مواجهة التهويد. أيضا هناك تطور جديد حيث قدمت إسرائيل للإدارة الأمريكية رؤيتها للمرحلة القادمة، حيث تعرض خطة جديدة لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، لكن هذا الطلب عرضته الولايات المتحدة مؤكدة أنه يعرقل سبل الوصول إلى حل سلمي للقضية. نتابع تفاصيل في هذا التقرير وبعده نبدأ الحوار. متولي الحكومة اليمينية الإسرائيلية الأكثر تطرفا برئاسة بنيامين نتنياهو مقاليد السلطة يثير التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين قلقا فلسطينيا ودوليا. المخاوف الفلسطينية والدولية تصاعدت مع الكشف مؤخرا عن خطط لبناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية أخرى، ومع مواصلة حكومة نتنياهو التشجيع بقوة على نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وذلك فضلا عن قيام بعض المسؤولين الإسرائيليين بالدعوة علنا إلى نقل نصف مليون مستوطن إضافي إلى جانب 57,000 آخرين تم نقلهم بالفعل بشكل غير قانوني، وذلك بالإضافة إلى تصعيد عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وهدمها وتهجير المدنيين بشكل قسري. وفي 3 رسائل بعثها المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر دولة الإمارات ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير رياض منصور أهمية أن تكون هناك عواقب على أنشطة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة في الازدراء الصارخ للمجتمع الدولي ككل، مشيرا إلى أن إسرائيل مستمرة في التهرب من العواقب في ظل عدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في محاسبتها على عديد من جرائم الحرب التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة. ومع استمرار إسرائيل في خططها لاستعمار ما يسمى منطقة E1 في قلب الضفة الغربية المحتلة في محاولة لإنشاء سلسلة متصلة من المستوطنات بين مستوطنة معالي أدوميم والقدس بهدف الضم، تتصاعد المخاوف من سياسة التوسع في الاستيطان بصفة عامة عبر بناء المزيد من المستوطنات أو توسيع المستوطنات القائمة من مخالفة للقانون الدولي، وذلك فضلا عن أنها تمثل عائقا إضافيا أمام فرص التسوية السياسية التي تتآكل مع مرور الوقت، كما تقف أمام فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. ويرى مراقبون أن تطورات الاستيطان الإسرائيلي ترتبط بتصاعد التوجهات اليمينية المتطرفة في إسرائيل وتأثيرها على التحالفات السياسية، حيث يربط اليمين الإسرائيلي المتطرف بين الاستيطان وخطاب التمسك بالأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية من مداخل دينية من أجل استباحة السيطرة على المزيد من الأراضي وتصعيد عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين وبالمجمل رفض التسوية على أساس حل الدولة. والسؤال الذي يطرح الآن، هل بات الاستيطان هو أهم سلاح تملكه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد القضية الفلسطينية برمتها وضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته؟ هذا السؤال نطرحه اليوم على الأستاذ أشرف عبد الغني مدير تحرير صحيفة الجمهورية المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أشرف. اسمح لي نطرح هذا السؤال، هل بالفعل هذا الاستيطان الذي يعني تقوم به إسرائيل على قدم وساق على مدار السنوات الماضية
هو السلاح الرئيسي الأقوى الذي تملكه ضد القضية الفلسطينية؟ هو بالفعل السلاح الإسرائيلي، ولكن ليس الأقوى، وإنما هو السلاح الأقذر الذي تستخدمه دولة الاحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع القضية الفلسطينية ومحاولة أن تقوم بتجريد هذه القضية العادلة للأشقاء الفلسطينيين من كل ما تبقى لها. خلال السنوات العشر الأخيرة، ربما عندما ننظر إلى التطورات التي حدثت بالمنطقة ككل، نجد أن القضية الفلسطينية هي أكبر الخاسرين من التطورات التي حدثت على الأرض. انزوت أهمية هذه القضية وتحولت من قضية مركزية للدول العربية ولدول الشرق الأوسط إلى قضية هامشية مقارنة بنظيراتها من القضايا المختلفة، سواء السورية، سواء الليبية، سواء اليمنية. إذن عندما ننظر إلى أرض الواقع، نجد أن القضية الفلسطينية هي أكثر من خسر خلال الفترة الأخيرة، والدولة وإسرائيل تحاول بشتى الطرق وبكل ما تملك من قوة أن تحاول أن تجهد على ما تبقى من بقايا لهذه القضية، سواء ببناء المستوطنات، سواء من خلال التحركات التي تقوم بها تلك الحكومة الأكثر يمينية والأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، أيضا تتحرك على مسرح الإقليمي والمسرح الدولي بما يخدم مصالحها وبما يجهد على ما تبقى من أمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. طيب، اسمح لي حضرتك، في بداية حديثك وصفته بأنه ليس السلاح الأقوى، لكنه كما أشرت يعني هو السلاح الأقدر، هكذا وصفته حضرتك. يعني لماذا نعتبر بهذه الصفة؟ إسرائيل ترى أن الأراضي متاحة أمامها، أن الطرف الآخر لا يملك أي وسيلة للدفاع، أن هناك شبه تخلي دولي عن القضية الفلسطينية، أو حتى بين قوسين انشغال عالمي بقضايا أخرى أهم. كذلك هناك حالة ضعف ربما يعني تشوب العمل العربي تجاه القضية الفلسطينية، ولن نتابع جميعا من العالم العربي إلا عبارات الإدانة والشكب وهكذا من استنكار وغيرها. لماذا تصف بهذا الوصف؟ إذا كانت إسرائيل تعتبر نفسها تتوسع من أجل زيادة سكانية، من أجل أبعاد ديموغرافية، من أجل أهداف أمنية وهكذا. هذه هي حجة المستوطن، هذه هي حجة المحتل، يروج لي أنه يتوسع بشكل قانوني، يحتاج إلى هذه الأرض كما يصفها بنيامين نتنياهو أنها أرض الأجداد، فلماذا تحرموننا من التواجد عليها والتوسع من خلالها؟ ولكن على الجانب الآخر من النهر، كل الأمم تمر بمراحل ضعف ومراحل قوة. كون أن الأمة الفلسطينية الشقيقة في هذه الحالة من الضعف الشديد، هذا لا ينفي على الإطلاق أن لها حقوقا شرعية وأصيلة، ولا يمكن أن تسقط بالتقادم في أراضيها المحتلة. عندما هذا معروف، لكن هي أرض استولت عليها إسرائيل بقوة الاحتلال الغاشم كما الاستلاء تعرف. الاستيلاء بالقوة ووصف الاحتلال هنا في حد ذاته لا يعطي شرعية على الإطلاق لإسرائيل أن تقوم بنهب ما تبقى من هذه الأرض. وأخطر ما يتم على أرض الواقع خلال المرحلة الراهنة هو أنها تقطع أواصل الأراضي الفلسطينية المزمع إقامة الدولة الفلسطينية عليها، لأنه عندما تقطع مثلا، عندما نتحدث عن منطقة كمنطقة إيوان التي تم ذكرها في التقرير، هذه المنطقة شديدة الحيوية وشديدة الأهمية، هذه المنطقة لو استولت عليها الدولة الإسرائيلية وأقامت عليها العديد من المستوطنات، فلن يكون هنالك أي أمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مترابطة. هذه عندما ننظر إلى خريطة فلسطين بعد الاحتلال، سنجد أنها تقلصت المساحات رويدا رويدا حتى تضاءلت بشدة بسبب عمليات البناء، بسبب الاحتلال بشكل أساسي. عندما ننظر حتى إلى الأراضي التي يتواجد عليها الفلسطينيون في فلسطين، أعتقد أنها تقسمها هذه المستوطنات، نحن نتحدث عن أكثر من 2700 مستوطنة بأكثر من 700 ألف نسمة من المستوطنين الإسرائيليين. كل هذه المسائل أعتقد أنها بتقطع كل أمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة. عندما نتحدث عن قرارات الشرعية الدولية، ولابد من إقامة الدولة الفلسطينية،
وعاصمتها القدس الشرقية، هذه المنطقة في القدس الشرقية عندما يتم قطعها بهذه المستوطنات وقطع أوصالها وإقامة عوازل ما بين الأراضي الفلسطينية وبعضها البعض، نجد أن فلسطين أن إسرائيل تجهد هذا الحلم الكبير وهذا الأمل الكبير والمشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. البناء الهدف منه مجرد البناء فقط للتوسع السكني وهكذا للمستوطنات، أم يحمل في طياته أهداف سياسية من الحكومة الإسرائيلية لإرضاء أركانها المتشددين والمتطرفين باعتبارها الحكومة الأشد يمينية وتطرفا؟ هذه الحكومة الإسرائيلية توصف بأنها حكومة المستوطنين. معظم الأعضاء الحكومة، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، هم بالأساس من المستوطنين الإسرائيليين. أهدافهم شديدة الوضوح، هم ضد إقامة دولة فلسطينية، ضد حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة. ينظرون إلى الأراضي الفلسطينية على أنها أراضي للأجداد لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إليها مرة أخرى. هدفهم الرئيس في هذه المسألة هو إجهاض الأمل والحلم الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة. عندما ننظر إلى المتغيرات الحادثة على أرض الواقع خلال الفترة الراهنة، نجد أن كثير من التحركات هذه الحكومة تصب في هذا الاتجاه. هي تعادي وبشدة عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، تقوم بعمليات نهب وسرقة واعتداء على الفلسطينيين الموجودون في منطقة في العديد من المناطق والمدن بالضفة الغربية، خاصة في القدس الشرقية المحتلة. تقوم بعقد العديد من الاجتماعات في أنفاق القدس بهدف تهويد هذا المقدس الإسلامي الخاص بجميع المسلمين وليس فقط الفلسطينيين. الحكومة تضم عدد كبير من الوزراء المتطرفين الذين لهم تصريحات معادية للسلام بشكل عام وللفلسطينيين بشكل خاص. عندما ننظر إلى هذه المعطيات ونضعها في سلة واحدة، نجد أن هذه الحكومة لديها أهداف واضحة ضد القضية الفلسطينية، لديها أهداف واضحة نحو إجهاض هذه القضية بشكل كامل ومتكامل حتى لا تقوم لها قائمة مرة أخرى. عمليات الاستيطان المتوصلة، هل هي للتورية مثلا على بعض المشكلات الداخلية في الحكومة؟ ربما يكون يرى البعض أن ما يحدث على أرض الواقع من جانب الحكومة الفلسطينية هو قفزة هروب من الواقع والتحديات التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، خاصة ما يتعلق بالاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من 3 أشهر على خلفية قانون الإصلاحات القضائية ومحاولة هذه الحكومة حتى فرض السيطرة على كافة المنصات القضائية الموجودة في إسرائيل. هذه ربما قفزة هروب إلى أمام. ولكن في اعتقادي الشخصي أنه مهما كانت الضغوط في الداخل، فإن هذه الحكومة لها توجهات واضحة ضد السلام وضد إعطاء الفلسطينيين حقوقهم، حتى أنها دخلت في عداءات غير مسبوقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، دخلت في عداءات مع إدارة بايدن، حتى أن العديد من أعضاء هذه أعضاء حكومة البيت الأبيض رفضوا لقاء العديد من الوزراء الإسرائيليين، دخلوا في تلاسن على بشكل واضح في وسائل الإعلام المختلفة. هنالك ضغوطات متتالية من جانب البيت الأبيض على الحكومة الإسرائيلية حتى لا تتمادى في عمليات الاستيطان، وحتى يكون هنالك أمل حتى ولو على المستقبل البعيد في الجلوس مرة أخرى على طاولة المفاوضات واستعادة الذخم لقضية السلام في الشرق الأوسط. إذن هذه الحكومة برغم من كل الضغوطات الداخلية التي تتعرض لها، ولكن الأساس بالنسبة لها والمعتقد الأساس الذي تتعامل به هو أن القضية الفلسطينية يجب أن لا تقوم لها قائمة خلال الفترة القادمة، ويجب أن يكون الحلم إقامة الدولة اليهودية على كامل أرض فلسطين دون أي وجود للفلسطينيين على أرضهم التاريخية. لكن لماذا نعتبر هذا التوجه خاص فقط بهذه الحكومة تحديدا؟ لماذا لا نعتبره هو توجه عام للشعب الإسرائيلي، وبالتالي عمليات البناء هي استجابة لمطالب الشعب الإسرائيلي، يعني ليست إجراءات حكومية بحتة فقط؟
قبل نحو 3 عقود تقريبا كان هنالك يمين ويسار في إسرائيل. كان هنالك اليمين ممثل في الليكود، وكان هنالك يسار ممثل في حزب العمال. الآن نحن نتحدث فقط عن أقصى اليمين ويسار اليمين. هذه الحكومة الحالية تأتي من أقصى اليمين المتطرف الإسرائيلي. هذه النوعية من الحكومات لها سمات واضحة من حيث التشدد الكبير في التعامل مع القضايا المختلفة. هذه الحكومة قائمة في تماسكها على فكرة التشدد ضد حقوق الفلسطينيين. لو حصل تهاون ما كما حدث من بنيامين نتنياهو في بعض القضايا، واجه تعنتا كبيرا داخل حكومته، وواجه احتمالات بالاستقالة من جانب بعض أعضاء هذه الحكومة، الأمر الذي يشير بشكل كبير إلى احتمالية تفكك هذه الحكومة إذا حدث أي تراجع في هذا التشدد الذي تقوم به حيال القضايا المختلفة. إذن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تقوم في تماسكها بشكل أساسي على فكرة إجهاض كافة الحقوق الفلسطينية والذهاب بأقصى التطرف إلى ناحية اليمين في القضايا المختلفة، سواء في تعاملهم مع القضية الفلسطينية أو حتى في تعاملهم في القضايا الداخلية، وأيضا في تعاملهم مع القوى الإقليمية والدولية المختلفة. لكن ما هو تفسير حضرتك لهذا الرفض الأمريكي لعملية البناء والتوسع الاستيطاني؟ خلال الفترة الأخيرة هنالك عملية شد وجذب في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هنالك نقطتين مهمتين في هذه المسألة. النقطة الأولى متعلقة باحتمالية الذهاب إلى اتفاق أمريكي إيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي بوساطة من وساطة عمانية. هذه المسألة تعارضها إسرائيل بشدة، وتحاول أن تضغط بكل قوة على البيت الأبيض و كل الجهات والمؤسسات الأمريكية المنوط بها التعامل مع هذه القضية حتى يتم رفض هذا الاتفاق النووي، لأنها تستعد بشكل أو بآخر لتوجيه ضربات في حال وصول البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة من الخطر حسب وجهة نظر إسرائيل. هذه هي القضية الأولى. بينما الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تسكن الأوضاع في الشرق الأوسط حتى لا تخسر المزيد من الحلفاء سواء في الخليج أو سواء في المنطقة العربية. هذه المسألة أعتقد أن هي مسار شد وجذب بين الجانبين. الأيام القليلة أو الأشهر القليلة المقبلة ربما تكشف عن مزيد من التحركات سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو سواء من جانب إسرائيل. ينضم إلينا أيضا دكتور جهاد الحرازين المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية معنا. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. أهلا بك وكافة المشاهدين. أهلا وسهلا. قراءة حضرتك لهذا الاختلاف في التوجهات ما بين الحكومة الإسرائيلية من جانب والإدارة الأمريكية من جانب آخر إزاء مسألة التوسع الاستيطاني رغم أنهما حليفان؟ يعني في البداية قبل أن نجيب على هذا التساؤل لابد من إيضاح مجموعة من النقاط التي يجب أن ندركها المشاهد الكريم، والتي تتمثل بأن الإيديولوجيا الصهيونية بالأساس هي قائمة على فكرة الاستيطان والتوسع الاستيطاني، لأن هناك ادعاء إسرائيليا بأن هذه الأرض هي لهم، علما بأن الحق التاريخي والحق الديني هو يؤكد بأن لا علاقة لهم بهذه الأرض، وما صدر عن المؤسسات الدولية سواء اليونسكو المعنية بالتراث والثقافة العالمية والتي أكدت بأن لا علاقة لليهود بهذه الأرض، ورغم كل الحفريات التي أجروها أسفل المسجد الأقصى وفي مدينة القدس على أمل أن يجدوا شاهدا واحدا أو أثرا واحدا يدلل على أن كان لهم تاريخا بهذه الأرض ولكن لم يجدوا بهذه الأرض. ولكن طبعا هناك ادعاء، وما طلبته الحركة الصهيونية منذ البداية والنشأة في كيفية خلق شعب في هذه المنطقة أو تجميع اليهود في هذه المنطقة تحت ادعاءات ومجموعة من الشعارات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة. ولذلك نجد بأن حالة التوسع الاستيطاني هو في محاولة لكسب المزيد من الأرض ومحاولة بسط السيادة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس لإرضاء وإشباع رغبات الأحزاب اليمينية المتطرفة، خاصة نحن أمام حكومة إسرائيلية يمينية
اليمينية الأكثر تطرفا في التاريخ الإسرائيلي، علما بأن على مدار تاريخ الحكومات الإسرائيلية لم يتوقف الاستيطان لحظة معينة، ولم يكن هناك يسارا أو يمينا، بل كان هناك فقط في كيفية استهداف الأرض الفلسطينية واستهداف الشعب الفلسطيني، سواء في حكومات اليسار المتتالية أو حكومات اليمين. ولكن اليوم المجتمع الإسرائيلي أصبح هناك يمين أقصى، اليمين المتطرف واليمين الوسط، وليس هناك يسارا يستطيع أن يدافع أو أن حتى يدافع عن مبادئه الحقيقية أو التي وبالنسبة للموقف الأمريكي؟ فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، هناك العلاقة الاستراتيجية والأمنية فيما يتعلق بالموقف الأمريكي. نحن فقط نسمع مجرد تصريحات من الإدارة الأمريكية بربط الاستيطان، ولكن هناك حالة مواصلة كاملة، علما بأن لدى الإدارة الأمريكية القدرة على لجم دولة الاحتلال والضغط عليها بمجموعة من العناصر ومجموعة من الوسائل حتى تتوقف عن هذا الاستيطان الفعلي الذي يمارس على الأرض. وهنا لتذكير المشاهد ولتذكيركم الكريم بأن عندما ذهبت إسرائيل باتجاه مؤتمر مدريد كانت ترفض في البداية، ولكن عندما هدد الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بوقف منح القروض بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل دولة الاحتلال، ذهبت دولة الاحتلال إلى المؤتمر، بمعنى أن هناك أدوات قد تمارس بشكل حقيقي من قبل الإدارة الأمريكية، ولكن الأمن الإسرائيلي أو بقاء وجود إسرائيل بالدرجة الأولى هو الأساس في الاستراتيجية الأمريكية. ولذلك قضية الخلافات هي ليست قضية حقيقية، وإنما هي قضية فقط للترويج السياسي أو للعلاقات العامة أو لمحاولة إظهار وجه بأن الولايات المتحدة هي دولة ديمقراطية وتحاول الحفاظ على حقوق الإنسان، رغم أنها وقفت عثرة من خلال ما استخدمته من حق النقد الفيتو بحق الشعب الفلسطيني وضد حق الشعب الفلسطيني. وهناك معلومة يجب أن ندرك الجميع بأن الشعب الفلسطيني هو ليس شعبا ضعيفا، بل الشعب الفلسطيني الذي يقاوم ويتصدى للاحتلال في كل يوم ويقدم الشهداء والجرحى وآلاف الأسرى، هو شعب يقاوم على الأرض. ولكن هناك حالة من الخذلان من قبل المجتمع الدولي الذي وضع منظومة العلاقات والنظم والقوانين والمواثيق الدولية ولم يفي بهذه العلاقات، لأن هناك أكثر من 86 قرارا صدرت من مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأكثر من 765 قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لم ينفذ من القرار. إذن هناك حالة من الخذلان، وهناك سياسة المكيالين التي يدركها الجميع فيما يتعلق عندما بدأت الأزمة الأوكرانية الروسية حتى العالم بجميعه لدعم أوكرانيا، وقال بأن هناك احتلالا للأرض، والشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عام 67 وما قبل ذلك منذ عام 48 عندما ارتكبت المجازر بحقه والاحتلال الإسرائيلي يمارس، لم يذهب أحد لدعم الشعب الفلسطيني في هذا السياق. ولكن هناك تأكيد حقيقي بأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه وسيبقى صامدا في مواجهة كل الإجراءات الإسرائيلية، ويوما ما سيحاكم هؤلاء القتلة وقادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية، لأن ملف الاستيطان هو أحد الملفات الهامة الموضوعة على طاولة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان للتحقيق بهذه الجريمة الشاهدة والمتواصلة، والتي هي تعد جريمة حرب من جهة وجريمة ضد الإنسانية من جهة أخرى. ولذلك نحن نقول بأننا صامدون وسنتمسك دائما بأملنا بالحرية والاستقلال. شكرا جزيلا لك دكتور جهاد الحرزين المحلل السياسي الفلسطيني. أستاذ أشرف، الآن ما دام الشعب الفلسطيني يعني يعاني بسبب هذه الحالة من الخذلان كما وصفها، ما هي الأدوات التي يملكها؟ أعتقد أن الدكتور جهاد في تحليله المهم لتطورات الأحداث على الأراضي الفلسطينية، أعتقد أن الرؤية منصبة على جزئين مهمين، الجزء الأول فيما يتعلق بالحقوق، والجزء الثاني ما يتعلق بالقدرة على التصدي لهذه المحاولات الإسرائيلية نحو الاستيطان وإجهاد القضية الفلسطينية من مضمونها. فيما يتعلق بالقدرة على المقاومة وتقديم الشهداء واعتقال الآلاف من الفلسطينيين وإحراق منازل الأسر الذين يقومون بعمليات فدائية والوصول إلى حد المطالبة بالإعدام لهؤلاء المجاهدين،
كل هذه المسائل أعتقد أن هي بتمثل الإجابة الرئيسية لسؤال حضرتك، بما يعني أني طالما بقيت القضية الفلسطينية على أرض الواقع هي قضية لكل الفلسطينيين وكل العرب، وتقدم التضحيات وتقدم الشهداء ولا تركن أو تخنع للضغوط التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، طالما هذه القضية ظلت نابضة وطالما ظل العرب والمسلمون على وعي كامل بأهمية هذه القضية وأنها هي القضية المركزية لكل العرب ولكل دول الشرق الأوسط، طالما بقيت هذه المسألة على درجة كبيرة من الـ 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 الوعي أعتقد أن هو هذا يمثل عامل الردع الكبير والمقاومة الكبير لكل الفلسطينيين والعرب في التعامل مع هذه القضية. الموقف الأمريكي تجاه مسألة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، هل هو في طياته يهدف إلى أمور أخرى خدمة لمصالح الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة أنها تقترب من مرحلة انتخابات؟ صحيح. والوضع الاقتصادي طبعا في الولايات المتحدة يعني عليه علامات استفهام، وهكذا من أمور. هذه النقطة تحديدا أنا يعني كنت يعني أختلف نسبيا مع الدكتور جهاد فيما ذهب إلى تناوله. هو يقول بشكل واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك من أوراق الضغط ما تستطيع أن تغير به اتجاهات الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية. هذا من حيث الظاهر ربما يكون صحيحا، ولكن على أرض الواقع أعتقد أن فيه كثير من الاختلافات وكثير من أوجه القصور. أولا القضية الولايات المتحدة الأمريكية كما تفضلت بالذكر مقبلة على فترة انتخابات في عام 2024، أعتقد أن هي في مثل هذه المراحل الانتخابية لطالما تخضع للعديد من الضغوط من اللوبي اليهودي والصهيوني القوي الموجود داخل الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا نحن أمام حكومة ديمقراطية، ولكن أيضا الحكومة الجمهورية بما الجمهورية والديمقراطية قدمت خلال السنوات الأخيرة العديد من الهدايا التاريخية لدولة الاحتلال. نقرت السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، اتخذت العديد من الإجراءات ضد القضية الفلسطينية، منعت تقديم التمويلات لمنظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، قامت بالعديد من التحركات على أرض الواقع التي دعمت بشكل أو بآخر كل التحركات الإسرائيلية التي تقوم بها هذه الحكومة المتطرفة نحو إفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها، الذهاب بها مرة أخرى بعيدا عن الاهتمام الإقليمي والدولي. ولكن طالما بقيت المقاومة الفلسطينية وطالما بقي الوعي العربي بهذه القضية المركزية، أعتقد أن القضية الفلسطينية ستظل هي لب الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ولابد من يوم من الأيام كما تفضل الدكتور جهاد لابد أن يعود أن تعود الحقوق إلى أصحابها في الأراضي المحتلة. طيب بالنسبة للجانب الفلسطيني والعربي بشكل عام، هل هناك من حلول جديدة يمكن من خلالها مواجهة هذا التوسع الاستيطاني، حلول جديدة تختلف عن الحلول السابقة؟ قطعا هنالك العديد من الحلول. أول حل من وجهة نظري عدم تقديم تطبيع مجاني لدولة الاحتلال الإسرائيلي وعدم الهرولة نحو التطبيع معها بشكل أو بآخر، حتى يكون هنالك ما يمكن أن نطلق عليه حافز لي أو عمل ضغط على الدولة الإسرائيلية في التعامل مع هذه القضية والجلوس مرة أخرى على مائدة المفاوضات. هذه نقطة. النقطة الثانية، إسرائيل في حالة ذعر كبير من البرنامج النووي الإيراني. التحركات العربية الأخيرة أعتقد أنها بتذهب بشكل متسارع نحو إقامة علاقات طبيعية أو أقرب إلى الطبيعية مع إيران. السعودية ذهبت إلى هنالك، هنالك مفاوضات مصرية إيرانية أيضا برعاية عراقية وعمانية في هذا الإطار. هنالك عديد من الدول التي تحاول أن تسكن الصراع ما بينها وبين طهران. كل هذه المسائل
الاسرائيل اعتقد ان هي بتثير الفزع داخل دوله الاحتلال الاسرائيلي. تمثل نوعا من الضغط. نعم تمثل نوعا من الضغط على دوله الاحتلال الاسرائيلي. اذا هذه المساله ربما تمثل ايضا عامل ضغط في يد الدول العربيه للتعامل مع القضيه الفلسطينيه. ايضا لابد من تقديم يد المساعده للفلسطينيين من محاوله اعادتهم مره اخرى الى التوحد والوقوف صفا واحدا وعدم التشرذم في التعامل مع التحولات الكبيره التي تقوم بها دوله اسرائيل في ظل هذه الحكومه اليمينيه المتطرفه. نعم. اعتقد ان العوامل الثلاث هذه هي عوامل قوه للقضيه الفلسطينيه، اذا احسننا استغلال هذه العوامل اعتقد ان هو ربما تساهم بشكل او باخر. نعم. في اعاده القضيه الفلسطينيه الى بؤره الاهتمام. مساله ايران وتحسين العلاقات العربيه الايرانيه، الا يمكن اعتبارها تمثل نوع من الاصرار الاسرائيلي ايضا على المضي في نفس النهج؟ يعني اعتقد اني لو اصرت على هذه المساله اسرائيل ستفتح على نفسها العديد من ابواب جهنم في نفس الوقت. هي لا تستطيع باي حال من الاحوال ان تخوض معارك مع ايران كما معارك محتمله، هي تستعد وتجهز لهذه المساله بشكل او باخر، ولكنها في نفس الوقت ايران لها نفوذ داخل الفصائل الفلسطينيه وتستطيع ان تشعل الداخل خاصه من قطاع غزه كما حدث مرات متعاقبة خلال الفترة الأخيرة. هذه المسألة أعتقد أن هي ستكون في الاعتبار الإسرائيلي، لا يجب عليها بأي حال من الأحوال أن تفتح على نفسها العديد من الأبواب في نفس التوقيت. هي أيضا لم تدخل في صراع مع إيران. نعم. صراع في هضبة الجولان، وإيران لها وجود من خلال الميليشيات المسلحة في هذه المنطقة، من خلال حزب الله في لبنان، من خلال بعض الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة. هذه المسائل أعتقد أن هي تخضع لحسابات دقيقة جدا من جانب الحكومة الإسرائيلية، وأعتقد أن هي لابد أن تتعامل معها برشد كبير، لأنها هذه الأمور لو اشتعلت جميعها في نفس التوقيت أعتقد. نعم. أن إسرائيل ستكون هي الخاسر الأكبر. نعم. في هذه الحالة. أشرف عبد الغني مدير تحرير صحيفة الجمهورية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا جزيلا. هكذا مشاهدينا وصلنا معا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شؤون عربية، حتى نلتقي في حلقات أخرى قادمة، تحياتي وإلى اللقاء.